روضتنا تأسست بعد النكبة سنة 1952، هي من الرياض العريقة في محافظة أريحة، وهي روضة نموذجية في المحافظة. عندنا عدد أطفال حوالي 45 طفل بحاجة إلى كمان دعم للروضة عشان نضمن استمرارية الروضة، بحاجة إلى مكيفات لأنه عندنا محافظة أريحة الجو حار جدا، يعني لا يطاق، أو لا خصوصا مع يعني الأطفال، وفي فصل الصيف بتكون يعني درجة الحرارة عالية، بحاجة إلى مكيفات غير متواجدة عندنا بالروضة. الروضة عندنا بحاجة إلى صيانة حمامات. عندنا السنة في الروضة كان عندنا ذوي احتياجات خاصة في الروضة. رسالتي لكم توفروا لنا الأغراض، يعني المقص عندنا. حالياً أنا بشتغل في روضة الشابات المسيحية، بتعامل فيها مع أطفال عندهم فرط حركة مع قلة تركيز وانتباه، وإحنا بحاجة بالروضة لغرف خاصة لهذول الأطفال حتى يتم الشغل معهم، بحاجة إلى معلمة تربية خاصة، علاج وظيفي حتى نكون طاقم كامل من أجل إنه الولد يطلع والطفل إنه يعتمد على نفسه، يعتمد على الذات، ويكون عنده مهارات استقلالية.